بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وصلنا لهذا الحديث الخامس بعد العشرين، يعني 25، حيث يقول المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه. تاني، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم، أي وفي رواية انفرد بها مسلم: لقد كنت، القائل عائشة، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له، أي لمسلم: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذا الحديث يدل على أمور كثيرة مما تعم به البلوى بالنسبة للرجل والمرأة. الراوي للحديث هي ستنا عائشة رضي الله عنها، وفي مسألة الطهارة من المني إنما يعتمد قول أمهات المؤمنين أكثر من غيرهن، لأنهن أعلم الناس بطهارة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، أبوها أبو بكر الصديق، أمها أم رومان ابنة عامر، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وتزوجها في شوال سنة 10 من النبوة. يبقى تزوجها النبي ولم يبني بها، سنة 10 من النبوة، يعني من البعثة وليس من الهجرة، يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات. وعرس بها، أي بنى بها، أي دخل بها في المدينة في شوال سنة 2 من الهجرة. يعني بنى بها بعد 5 سنين من
كتب كتابه عليها، زي ما احنا بنقول في اللغة الايه العامية، كتب كتابه عليها سنة 10 من النبوة، ودخل بها سنة 2 من الهجرة. فلما تجمع هتلاقي 3 و2 كام؟ 5، وقيل غير ذلك. في اختلاف بقى في سن ستنا عائشة، كان سنها كام لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بنى بها وهي بنت 9 سنين، ولا بنى بها وهي أكبر من ذلك؟ دعنا من هذا الخلاف، ده ندخل فيه. النبي لن يتزوج بامرأة لا تطيق الجماع، يعني امرأة تتزوج من رجل ويريد أن يدخل بها، يبقى هو يدخل بمن تطيق الجماع. يبقى لابد أن عائشة وقت أن دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطيق الوطأ في زمن وبيئة لم تكن محكومة بإجراءات كالزمن والبيئة التي نعيش فيها. ولذلك من سلطة الحاكم أن يقيد المباح، يعني إذا كان يجوز للإنسان أن يتزوج بمجرد البلوغ فللحاكم أن يمنع ذلك لمصلحة الأمة، لمصلحة المجتمع، حتى تكمل البنت تعليمها أو تأخذ قدر من التعليم يكفيها لمواجهة مصاعب الحياة. لم يكن هناك كمبيوتر، ولم يكن علم الحساب وعلم كذا وعلم كذا وعلم كذا، الحياة كانت بسيطة. كل ما يحتاج إليه الإنسان أن يتعلم دينه وأن يكون له خبرة بالعمل، والمرأة كانت وظيفتها في ذلك الوقت بسيطة جدا، هي تتزوج عليها الخدمة الباطنة والزوج عليها الخدمة الظاهرة، هي تخدمه في البيت وهو يخدمه خارج البيت، يبقى كانت موظفة، بس موظفة في بيتها. فستنا عائشة رضي الله عنها تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحتاج لعلم الدين، كيف كان الناس يتعلمون الدين؟ يخرجن أي النساء وهن متزوجات ويذهبن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمن منهن الدين، يخرجن ويحضرن مجالس العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمن بعضهن البعض. يبقى المرأة في عهد النبي لم تكن محرومة من التعليم، المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمارس الطب، ولكن ليس كل النساء، عدد المسلمين قليل، والاحتياج إلى التطبيب أو الطبيب في الوقت ده كان بسيطا، والاعتماد على الأعشاب في الطب أكثر من الاعتماد على غيرها، ولا توجد جراحات ولا 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 ولا. علم البناء يعني كان، يعني شوف ربنا في القرآن، فلولا نفر من كل فرقة الايه؟ ها طائفة، يعني تلاقي مجموعة ها يطلع منهم واحد أو اثنين يتعلم البناء، واحد يتعلم اللغات زي ما قال سيدنا زيد بن ثابت تعلم لغتهم، صح؟ فإذا الاحتياج للعلم لم يكن بمثل ما نحن عليه الآن، فأصبح مراحل التعليم حتى الكلية والتخرج هي محو أمية في المجال الذي سوف تتخرج فيه. بعد ما أخذت الإعدادية والابتدائية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، أنت معك شهادة محو أمية في كل العلوم مستنير، وعندك مستوى تعليم متوسط،
تريد أن تتخصص، هنا تأتي الكلية، هنا تأتي إيه؟ وتكون من العوام في التخصص أيضا، يعني تستطيع أن تشرح بدايات العلم، تشرح لطلبة الابتدائي والإعدادي والثانوي فقط. وحتى التخصص، التخصص الدقيق لازم تعمل إيه؟ لابد أن تأخذ دراسات العليا. تخيل هذا العصر الذي نعيشه، التعليم زمان كان سهل بسيط، وتستطيع أن تتعلم وأنت متزوج وأنت تتاجر وتجارتك مستمرة، صح؟ وليس التعليم كان الشغل الشاغل في هذا الوقت. لغاية الثلاثينيات من القرن الماضي المجتمع كله ما عندوش هذه النزعة وهذا الإقبال على التعليم. بعدما عدت فترة الثلاثينيات بدأت الشعوب تهب وتنهض وتقبل على التعليم، حتى أصبح التعليم هو الآن الطعام والشراب بالنسبة للولد والبنت، لأن المرأة تخرج لتعمل والرجل يخرج ليه؟ ليعمل. وساءت الأخلاق، فإذا للحاكم أن يتدخل ليتيح للمرأة الحق في أن تحظى بقسط من التعليم حتى تواجه صعوبات الحياة. واضح؟ لكن ما تجيش تقول لي لا، وهذا الذي أنت تحكم على زمن بزمن آخر قيد فيه الحاكم المباح. قيد فيه الحاكم إيه؟ يبقى الزواج من المرأة التي الدخول البناء بالمرأة التي تطيق النكاح مباح شرعا، للحاكم أن يقيده لمصلحة المسلمين، زي زواج الكتابية كده. ما حكم الزواج من الكتابية؟ جائز، مباح. طيب وما الذي فعله سيدنا عمر؟ قيد المباح وأمر الصحابة ألا يتزوجوا من الكتابيات، حتى لا تصاب نساء المسلمين بالعنوسة ونحن نغزو بلاد غير بلادنا. تخيل كده، يعني أهل ماليزيا لهم درجة من الجمال النساء والرجال. طيب ونساء سوريا والشام، تخيل أهل البادية الحجاز ونجد، ها، يغزون العالم ويذهبون إلى الفرس والروم وينظروا إلى نسائهم، أيتها أجمل، السورية أم السعودية؟ طبعا السورية فائقة الجمال. اللبنانية، والنساء طباعها مختلف. إضافة إلى أن المسلمة صاحبة وازع ديني بخلاف غير المسلمة، مع اختلاف البيئات فهي تعيش حياة جاهلية ليس فيها الدعوة للحشمة ولا 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 ولا، فيخشى على نسب المسلمين من أن يدنس. ليه؟ لأن غير المسلمة لها عادات وتقاليد وتعاليم تختلف عنا، ونحن مقتنعون أن ديانتهم محرفة. من هذا المنطلق قيد سيدنا عمر ليه المباح. يبقى ما تجيش تتكلم على سن ستين عائشة دلوقتي أبدا، ولا تقيس عهد النبي بعهد بعهدنا الآن. طيب نيجي بعد كده نقول لم يتزوج بكرا غيرها، قالت له يا رسول الله أنا ما أنجبتش، فأستأذنك يكون لي كنية. يعني البنت لما بتتجوز وتخلف وتجيب ولد اسمه عبد الرحمن ولا أم عبد الرحمن، وعندما تنجب بنت مثلا تكون اسمها منة ولا أم منة، صح؟ فهي تريد أن يكنيها النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب لا يكنوا رجالهم ونساءهم بأسماء بناتهم بل بأسماء الرجال. فطبعا استأذنت النبي في الكنية
فقال لها: تكني بابن أختك. أختها مين؟ ستنا أسماء بنت الزبير. أسماء بنت ليه؟ الزبير. ستنا أسماء كان عندها ابن أختها اسمه عبد الله، ابنها اسمه ايه؟ عبد الله. فستنا عائشة كناها الرسول بأم عبد الله. بأم ايه؟ بأم عبد الله. كانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة، أمرنا النبي أن نأخذ عنها الدين، قال: خذوا دينكم عن هذه الحميراء. طيب مين اللي روى عنها؟ جماعة من الصحابة والتابعين. رماها عبد الله بن أبي بن سلول بالزنا، فأنزل الله في براءتها 10 آيات في سورة النور. توفي رسول الله في بيتها ودفن فيه، وماتت بالمدينة 57 وقيل 58 ليلة الثلاثاء 17 خلت من رمضان. الله، دفنت بالبقيع، وصلى عليها سيدنا أبو هريرة وكان خليفة لمروان في المدينة. الحتة دي عايز أخذ منها حكم. مروان ابن الحكم أبو عبد الملك ابن مروان. مروان هذا أخذ الحكم بالسلاح من معاوية بن يزيد بن معاوية، لما صعد معاوية على المنبر وقال: أخذنا هذا الأمر ولسنا له بأهل، إنما هو في آل علي وفاطمة. ما الذي حدث؟ أنزلوه وقتله مروان واستولى على الحكم. استولى على الحكم لا ببيعة ولا بملك ولا بملك، بل بقوة السلاح. هنا نجد أن أبا هريرة تولى منه الحكم، أصبح خليفة له. فيجي واحد يقول لك إيه؟ دي مسألة من مسائل الحكم لازم نبقى عارفينها. فلان لا تأخذ عنه علم. ليه؟ أصلي تولى منصب في عهد فلان الظالم. نقول له: أنت البعيد جاهل. نقول: أنت البعيد إيه؟ جاهل. ليه؟ لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تولوا الولايات وقبلوا الوظائف في عهد حكام أخذوا حكمهم بمعصية الله عز وجل. بمعصية الله عز وجل ليه؟ لنفع المسلمين. لنفع ليه؟ لأن لو أنا تركته وفلان ترك وفلان ترك، لن يبقى إلا الفسقة ليتولوا الحكم، وإن تركناه سيزداد في فسقه وفجوره، أما إن وقفنا إلى جواره سنقومه بألسنتنا وموعظتنا. صح؟ تمام. يبقى يجوز تولي الحكم من الحاكم الفاسق. ده أخذ العلماء منه هذا الحكم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. الحديث اتفق مسلم والبخاري عليه، وأخرجه البخاري من حديث عائشة بألفاظ مختلفة، في بعضها: وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. يعني إيه؟ عزكم الله، المني أو المني بيبقى بقع كده أو بقعة كده على قد كف الإيد، ماشي؟
في ثوب الرجل، وممكن يبقى في ثوب المرأة. طيب، فالمرأة بعد عملية الجماع فتلاقي المني في ثوبها، منيها ومني الزوج، والرجل يجد في ثوبه في لحظة الاحتلام إذا احتلم واستيقظ منيه، وإذا باشر زوجته يجد ذلك أيضا. طب يعمل إيه؟ يعمل إيه يا شباب؟ واحد يقول لك يقوم يغسل الجلابية كلها، يغسل البنطلون كله. بنت تقول لك يا إيه القرف ده، لازم يتغسل. ماشي، أنا معاك. سيدنا النبي كان بيعمل إيه؟ أصل إحنا كمسلمين لازم نبقى فاهمين ديننا كويس. هو المني ده نجس ولا طاهر؟ ده الكلام بقى، كلام هنا. النبي كان بيغسله، طب بيغسله ليه؟ عشان هو وسخ ضرن زي البوساق كده، الناس بتقرف منه وبيسيب ريم كده ابيض، صح؟ تخيل انت معاك ابنك الصغير كده وراح ايه، وانت حاطه على كتفك راح يعني اخرج لعابه وجاء لعابه على كتفك، تلاقي ايه البدله بتاعتك ايه مجيره كده ريم ابيض، صح؟ فتلاقي تحت كده كده يقعد يحتهولك، صح؟ طب ده حتيناه ليه؟ اصل هو طاهر بس منظره على الهدوم ايه؟ مش كويس، صح؟ جميل قوي كده، احنا فاهمين ديننا صح. طب هل لازم نفهم هل المني زيه زي البصاق والمخاط اللي بيخرج من الانف، ولا هو اصلا بيخرج من مخرج البول اعزكم الله، وما يخرج من مخرج البول نجس، والمني ده هو خارج بيخالط النجاسات لانه خارج في مجرى الايه البول يبقى نجس. فكر، وانت لما تعمل نفسك عطس في ذهني تقول يا نهار، طب الحقه بماذا؟ مع العصف الذهني تجد القياس يقول ان المن يقول ان المني ماله، ها، نجس. نجس ليه؟ هو لا يخرج من الفم ولا من الانف، ولكن يخرج من مخرج النجاسات. يبقى القياس يقول ما خرج من مخرج النجاسات نجس لمخالطة ايه؟ النجاسات. جميل، جميل جدا. وتروح كمان جايب له الحديث اللي معانا ده، تقول ايه؟ لو كان طاهرا ما قام النبي بنظافته، لكنه قام بتنظيفه وغسله، ولا يغسل الا النجس. يا سلام، شفت بقى، ربطنا القياس بالحديث فأخرج لنا، ها، أخرج لنا معلومة كاملة، وما هي؟ نجاسة المني. كيف يطهر؟ هنا الحنفية كانوا وقافين عند الروايات، قالوا إذا كان رطبا لسه طري، نعمل فيه ايه؟ نقوم بغسله، طهارته بالايه؟ بالغسل. وإذا كان يابسا طهارته بالفرك، والحت بالأظفر، أو قرفان إنك تحته تجيب خشبة صغيرة كده وإيه، ها، وتنضفه كده. هتقول لي هيبقى فيه لسه بقعة صفرة كده يا عم الشيخ، وأنا الصراحة عادي البقعة دي عادي. ليه؟ أصل سيدك صلى الله عليه وسلم الأفضل مني ومنك لما كان
المني بتاعه بينشف على ثيابه، كانت زوجته ستنا عائشة بتفركه أو تحته بالإيه بظفرها. خلاص كده الحنفية قالوا إيه؟ قالوا نجس، وكيفية الطهارة الغسل إذا كان رطبا، والفرك والحت إذا كان يابسا. الله، كلام جميل جدا وراقي قوي، والحديث هنا موافق للإيه؟ ها؟ الحديث موافق لماذا؟ انتوا شافعية وزعلانين مني، ما تخافوش هتنتصروا في الآخر. الحديث موافق للقياس، والقياس موافق للحديث. طيب تعالوا كده، انا هرجع تاني، بس لما اجي هنا كده يعني ايه مني؟ ايه هو المني؟ سائل ابيض غليظ، السائل ده ما بيبقاش ميه كده تخينه عامله زي النشا، لا، ده السائل ده ربنا جعله يحمي حياه الحيوانات المنويه، فتفضل الحيوانات المنويه ايه موجوده فيه، تسبح فيه، بيحافظ عليها. طب بينشأ منين السائل ده؟ من افرازات الخصيتين. بتلاقي الانسان اللي ما عندوش خصيتين ما عندوش سائل، ما عندوش ايه؟ سائل، يبقى لا ينجب، لا ايه؟ لذلك تحصل عمليه الخصاء للحيوانات التي يريد ان تكون ايه؟ الانسان ان تكون ثمينه عشان ترمي لحم. ليه؟ لانه لن تتكون عنده الحيوانات المنويه، وفي الحاله دي مفيش السائل ده، في الحاله دي يبدا يتخن، يبدا ايه؟ يتخن. طيب بتقول لقد كنت افركه من ثوب رسول الله، يعني ايه افركه؟ قلت لكم الفرق هو الدلك والحك بالاصفر، الدلك والحك بالايه؟ بالاصفر. يقال فرك الثوب اي حكه حتى يتفتت ما علق به. طب هنا تقول افركه فركا، ده ايه؟ ها، ده مصدر الغرض منه تأكيد حقيقة الشيء، تأكيد حقيقة الايه؟ الشيء. بتقول افركه بظفري، طبعا انت عارف الظفر اللي هو على ايه؟ ها، المادة اللي على طرف الصابع، اللي على طرف الايه؟ الصابع. طيب اثر الغسل، اثر الغسل بقيه الغسل، لان الاثر هو بقيه الشيء، فبقيه الشيء تلاقي بقعه كده، تلاقي ايه؟ فلما نيجي نغسل مثلا الجلباب ده ونروح غسلينه كده ونسيب بقيه الثوب ناشف، فتلاقي الجزء اللي اتغسل هو اللي عامل دائره، الدائره دي ايه؟ هي البقعه، هي الايه؟ البقعه. خلاص يبقى دي اسمها اثر الغسل، اثر ايه؟ الغسل، لان الاثر هو بقيه الشيء، بقيه الايه؟ الشيء. الحمد لله على السلامه، الناس اللي كانت في العمره ورجعت، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، امين يا رب، امين امين امين. آمين. طيب تقول يابسا، يابسا الشيء اليابس اللي كان رطب وبعد كده جف، يبقى اليبس هو جفاف الشيء بعد رطوبته. طيب ما السنة في غسل المني الرجل والمرأة؟
ايه السنة في غسل المني؟ ها، الرجل والمرأة، ما السنة في غسل المني؟ إذا كان رطبا يغسل، وإذا كان يابسا يفرك أو يحك. طيب، يستفاد من الحديث أن مني الآدمي طاهر. يا نهار أبيض، لا أنت كده يا عم الشيخ أحمد بتتكلم غلط. ليه؟ أنت قلت لي القياس بيقول إنه نجس، والحديث بيقول يتغسل، وطالما يتغسل يبقى نجس. لا، أنا زعلان منك، أنت بتتكلم إيه؟ ها؟ خطأ. حديثك هذا يعني جانبه الصواب. أقول لك طب بالراحة، طيب ما أنت إزاي تقولي نجس وترجع تقولي يستفاد من الحديث إن المني طاهر؟ كيف ذلك؟ أقول لك حاضر حاضر. شوف بقى، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والمزاق، وقال إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. بس طب أحاديث الغسل دي تجيب عليها ازاي؟ اقول لك الغسل على سبيل الندب، على سبيل الايه؟ وليس الغسل دليل على النجاسة. ليس الغسل ايه؟ ليه؟ ما انا لسه في البداية، لو انت مركز معايا قلت لك الواد الصغير لو لعابه سال على كتفك ستقوم بغسل هذا اللعاب إذا كان رطبا، وفركه إذا كان إيه؟ الله، الغسل هنا من أجل النظافة وإزالة الوسخ وإزالة الإيه؟ بس. والحديث ده بيدل على الطهارة. طب ليه؟ لأن النبي شبهه بالمخاط، وشبه المني أيضا بالبزاق والبصاق، صح؟ وذلك دليل الطهارة. دليل ايه؟ الطهارة. طيب، واحد يقول لي بس على فكرة القياس انه نجس، اقول له لا قياس مع النص. لا قياس ايه؟ مع النص. خلاص كده قفلت الدنيا. فيجي واحد كده يحب يعني يشغب على العلماء ويقول لك لا، هذا في شأن مني النبي صلى الله عليه وسلم، فمني النبي طاهر. تصدق؟ طيب انا عايز اقول لك، هسألك سؤال، هو من النبي صلى الله عليه وسلم جه من الاحتلام ولا من الجماعة؟ ها؟ طب ليه مش من الاحتلام؟ هو الاحتلام ده ايه؟ تلاعب الشيطان بالإنسان، سواء رجل أو امرأة، تلاعب الشيطان بالإيه؟ وذلك محال على الأنبياء، لأنه لا سلطان له عليه. ليه؟ هو قال كده، إن ربنا قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طب هو من أولى الناس أن يكونوا عبادا لله؟ الأنبياء. فالاحتلام غير جائز. يبقى المني الذي في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ناتج عن إيه؟ عن الجماع. يبقى كده اختلط ماء عائشة بماء النبي،
فلو كان المني غير طاهر لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكان وضح النبي صلى الله عليه وسلم إيه ذلك، وضح النبي إيه ذلك. فنقول له إنه لا يقال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من جماع النبي لعائشة، ولا يحتمل الاحتلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فتعين أنه ماء عائشة المختلط بماء النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده تمام. ركز معايا عشان خاطر الأمور دي مهمة، عشان البنات والرجالة اللي بيفتوا الناس ويعلموا الناس يبقوا فاهمين أمور دينهم صح. أستفيد إيه بقى من الكلام ده؟ و ممكن تقول لي أستفيد إيه؟ مش المنية طاهر، خلاص. إيه تاني؟ سنة النبي الاقتصار على الفرق إن كان يابسا والغسل إن كان رطبا. خلاص معاك. ها إيه كمان؟ أن هذا الغسل ليس لأجل النجاسة ولكن لأجل كمال النظافة. لأجل كمال الإيه؟ النظافة. طيب يجي بعد كده انت مش مركز في حاجة. سيدنا النبي كان يجامع زوجه ثم يخرج بنفس الثوب للصلاة. ده معناه ايه؟ ان سيدنا النبي كان زاهد في الدنيا، عنده ثوب واحد للنوم ها والصلاة، وذلك إرشاد لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المبالغة في شراء الثياب وفي الحصول والتحصل على الدنيا. طيب صاحبتنا كل ما جوزها يقول لها قومي اعملي حاجة قوم انت ساعدني انا طالبة علم. يا بنتي ما انت طالبة علم بس حق الزوج عليكي. لا وقفله ايه؟ لا الحديث ده بيعلمني مين اللي كان بيغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستنا عائشة، صح. طب هو موضوع المني ده محتاج دي بقعة كده يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يجيب حبة مية كده وايه؟ لا، لكن ستنا عائشة بتخدم جوزها، يبقى يستفاد من ذلك خدمة المرأة لزوجها وقيام المرأة بخدمة البيت حسب ما جرت به العادة، لأن ذلك من العشرة الحسنة للزوج. احنا ما بنقولش للناس اغسل الثوب بتاعك واطلع وأثر البقع المترتبة على الجماع باينة في الثوب، لا ما نقولش كده. احنا نقول يستفاد من الحديث ان الخروج على الناس مع وجود الاثار العادية من الاكل والشرب والجماع لا يخل بخصلة الحياء، لا يخل بخصلة الايه؟ يعني ما ينفعش لما يعمل كده زين العباد ولا فيريو، صح؟ طيب ما ينفعش ان هو ايه؟ ما ينفعش ان يقول لك لا يا راجل، ما حدش يقول له ايه؟ اتكسف على دمك. ينفع تبقى لسه طالع من جماع زوجتك وتطلع لي بالجلابيه فيها اثار البقع؟ عيب! لا ما ينفعش تقول له كده. لان اللي عمله لا يخل بفضيله الايه؟ الحياء، لا يخل بفضيله الحياء. واحد واكل لحمه كده ها وبقعه بعد ما كل جت في الثوب، واحد مكسوف ومداري
ويقول احسن الناس تعايرني بكده، نقول له لا، لا يحق لهم ان يعايروك. قدرت تغسلها؟ الحمد لله. ما قدرتش؟ انا بخرج في ثيابي. حد سألك؟ خليك سلس جدا عادي. كنت باكل ايه؟ وقعد وقعد بقعة كده وغسلتها وانا طالع عادي. ماشي. طيب ايه تاني؟ في بعض النساء بتأنف وتترفع انها تغسل الاوساخ والفضلات في ثوب الزوج، فنقول لها المرأة الصالحة التي تحب زوجها لا تأنف ولا تترفع عن مثل هذه الأعمال من إزالة الأوساخ والفضلات من ثوب الزوج أو من بدن الزوج. وده يعلمنا إن بتيجي أوقات يا ولاد الراجل يتعب أو الست تتعب ومحتاج حد ينظفه، ما تقرفش منه، ما تقرفش منها، تنظفها وتقف جنبها وتنظفك وتقف جنبك. دي كلها أمور جميلة طيبة ناخدها من الحديث، نتعلمها من الحديث. كمان بقى أمر مهم، هل الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة نجسة أم طاهرة؟ ها قولوا. رطوبة. الرطوبات عامة زي الايه؟ زي مني المرأة. هل هو نجس؟ قولوا لي يا شافعي. لا، ما هو مني الإنسان عامة مش ايه؟ مش نجس. خلاص يبقى رطوبة فرج المرأة طاهرة. هتقول لي ليه؟ هقول لك لانك لو حكمت بنجاسه الرطوبه اللي في فرج المراه تبقى مصيبه سودة. ليه؟ لانها تؤدي الى الحكم بنجاسه المني بتاعها. صح؟ واحنا حكمنا انه طاهر. فلما حكمنا انه طاهر يبقى الرطوبه التي في فرج المراه مالها؟ طاهره. خلاص؟ طيب بكده ولله الحمد نكون أصلنا لهذه المسألة، ونبقى عاملين حسابنا إن إحنا نحفظ تعاريف رواة الأحاديث. أرجوكم معاني المفردات، نحفظ الأحاديث، ده اللي هيولد فقيه، ده اللي هيخليك ويخليك لما تتسأله في أي مسألة ما حكم كذا تقول إيه؟ يجوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. انما حضرتك مش حافظ احاديث هتقول الصلاة والسلام على سيدنا النبي هو يجوز، وتقعد تهرش كده. الهرش ده حاجة بتفكر الواحد، ها، تقعد تهرش وتقول ايه؟ والله والله اصلي في حديث بس انا مش فاكره عن سيدنا النبي بيقول ان الامر ده يجوز. اللهم صل على النبي. يعني انت انسان بليغ جدا، ما استفدناش منك حاجه اصلا. يبقى في الحاله دي نتعلم من ذلك ان احنا نعمل ايه؟ لازم احفظ الاحاديث عشان لما تسال اجاوب، واجاوب بالدليل، واجاوب بالايه؟ بالدليل. وده سن الحفظ، ده وقت الحفظ. بعد كده مش هتعرف تحفظ حاجه ومش هتعرف تجاوب عن حاجه تاني. ماشي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا واجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. قبل ما اختم بس مصطلح الحديث، في نقطه انتوا كنت مأجل عشان نشوف بعض الطلبه اللي كانوا غايبين. طيب مسألة حسن صحيح مسألة مهمة جدا، مسألة حديث حسن صحيح. كتير جدا يقولون انفرد الترمذي رحمه الله بهذا المصطلح،
نقول سبقه إلى ذلك البخاري رحمه الله، وسبق بذلك أيضا الإمام أحمد في بعض الأحاديث يقول عنها حسن صحيح. طيب، واحد يقول لي طب الحديث الذي قال عنه حسن صحيح ما معنى كلمة حسن صحيح؟ أصل لا يجوز أن يجتمع الاثنان، الصحيح له تعريف والحسن له تعريف، والحديث إما أن يكون صحيح وإما أن يكون حسن. أقول لك تعال لننظر للحديث، يبقى نقول هناك احتمالان للحديث، إما أن يكون للحديث سند واحد، إسناد واحد. الحديث الذي له إسناد واحد إذا قال عنه العالم حسن صحيح دل ذلك على تردد العالم في الحكم عليه، يعني اختلف العلماء فيه، منهم من صححه ومنهم من حسنه، فتردد العالم في الحكم عليه، لا هو يحكم عليه بالصحة ولا يحكم عليه بالإيه؟ بالحسن. طب أيهما أفضل؟ أقول الحديث حسن أم حسن صحيح بهذا الاعتبار؟ حسن صحيح. الأفضل أن أقول حسن صحيح أفضل من الحسن. لماذا؟ لأنك تقول تقول بكلمة حسن صحيح نتفق على أنه حسن، ويحتمل الحديث أن يرتقي لمرتبة الصحة، يعني هو في الأساس كلنا متفقين أنه إيه؟ حسن، لكنه يحتمل أن يرتقي لمرتبة الصحة. طب أيهما أفضل، أن أقول صحيح أم حسن صحيح؟ حسن صحيح؟ لا، صحيح. ليه؟ حسن صحيح معناها انه صحيح يحتمل ان ينزل الى مرتبة الحسن. يبقى الحديث اذا جزم بصحته هذا هو الافضل بهذا الاعتبار، واذا جزم بحسنه الافضل منه ان اقول حسن صحيح. يبقى هذا باعتبار ان الحديث له سند واحد. طب وإذا نظرنا للحديث فوجدنا أن له إسناد وإسناد آخر، يعني ليه إسنادين؟ ليه إسنادين؟ في الحالة دي على أي شيء يدل؟ يدل على أن الحديث له إسنادين، إسناد يحكم عليه بالصحة وإسناد يحكم عليه بالحسن. وإسناد يحكم عليه بالإيه؟ بالحسن. خلاص؟ فلذلك قال العالم هذا الحديث حسن باعتبار أحد الأسانيد، وصحيح باعتبار السند الآخر. لذلك بهذا الاعتبار نقول أيهما أفضل، نقول حسن أم حسن صحيح؟ حسن صحيح. حسن إيه؟ أيهما أفضل، أن أقول صحيح أم حسن صحيح؟ قولي زي ما قلت قبل كده حسن صحيح. طب لماذا؟ أيوة، لأن هذا معناه أن هذا الحديث صحيح وله إسناد آخر حسن يقويه، ولو إسناد إيه؟ يبقى ليس صحيح فقط بإسناد واحد، لا، هذا روي من طريق صحيح وروي من طريق آخر حسن، فهذا الطريق يقويه. هذا الطريق إيه؟ يقويه. خلاص كده؟ باعتبار السند الواحد
الحسن الصحيح أفضل من الحسن وأقل من الصحيح، وباعتبار السندين هو أفضل من الصحيح والحسن. خلاص؟ طيب، بكده نكون أنهينا لقاءنا النهاردة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا، واجعلنا من الصالحين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار. اللهم إن أردت بخلقك فتنة فاحفظنا منها يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم. آمين. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.